الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. قبل ما نبدأ معكم البرنامج ونذكركم بأرقام الهواتف، خلونا يعني نرحب بطاقم البرنامج معنا في التنسيق ميرا الاخطلي، وفي الإخراج أيمن سرحيل، والله زمان يا أيمن. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، والدكتورة ندى الملة صبحت الله بالخير. وشو هي أرقام التواصل عندنا دكتورة؟ صباح الورد، صباح الجمال، صباح الأحد، أول يوم في الأسبوع، إن شاء الله يكون أسبوع جميل، نبتدي بطاقة إيجابية عشان يمشي معنا الأسبوع مثل ما نحب. نذكركم أرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. مثل ما دائما إحنا نقول، هاي أرقام تتواصلون فيها تتواصلون معنا من خلالها عشان تعطونا مقترحات، شكوى، شكر، أي شيء تحسوا ممكن يضيف القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. نبدأ البرنامج بهذه الدراسة اللي تقول أنها توصلت إلى أن النساء اللواتي لديهن دهونا زائدة في الجسم قد يواجهن خطرا أعلى للإصابة بسرطان الثدي حتى وإن كانت أوزانهن ضمن الحدود الطبيعية. تقول معدة الدراسة الرئيسية ميا جودت المديرة الاستراتيجية لمركز أبحاث السرطان في الجمعية الأمريكية للسرطان، ينبغي على النساء عدم التركيز على الوزن وحسب، وإنما أيضا على مستويات الشحوم بعين الاعتبار والعمل على الحد منها في حال كانت زائدة، ويكون ذلك بممارسة التمارين الرياضية بانتظام وباتباع نظام غذائي صحي. وكانت دراسات سابقة وجدت بأن زيادة الوزن والبدنة تترافق فقاني مع زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي عند النساء اللواتي تجاوزن سن اليأس. شو سن اليأس دكتورة؟ انقطاع الطمث. أوكي، يعني ممكن يكون في 50-60، من 55-60-65 حسب. المهم، اشتملت الدراسة على 3460 امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عام. كنا قد شاركنا في دراسات ضخمة تدعى أو في دراسة ضخمة تدعى مبادرة صحة النساء. كانت جميع النساء تتمتعن بكتلة جسم طبيعية عند بداية الدراسة، كما جرى قياس مستوى الدهون في أجسادهن باستخدام مقاييس امتصاص الأشعة السينية مزدوج الطاقة، وهو نوع من أنواع التصوير الشعاعي الذي يمنح فكرة عن نسبة الدهون والعظام والعضلات في الجسم. وجد الباحثون بأن النساء اللواتي كانت لديهن مستويات أعلى من الدهون من دهون الجسم ازداد لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي. الله يعافيكم إن شاء الله. آمين. طبعا محمود، ارتباط الدهون بالجسم هذا شيء احنا دائما نحاول نوعي عليه المرضى، انه ليس فقط الوزن المؤشر على الميزان، ولكن الدهون في الجسم. وحتى محمود الفكره الخاطئه ان الانسان الضعيف مو لازم يشيك الكوليسترول ماله، هاي فكره خاطئه جدا يمرون علينا وايد من المتعاملين، يقول لك ما دام انا ضعيف معنى الكوليسترول مالي مستحيل يكون عالي. معدل الكوليسترول والدهون بشكل عام في الجسم يجب أن يتم قياسه، سواء كان أنت ضمن الوزن المثالي وحتى لو كان أكلك
سليم، يعني الناس مارسون رياضة وأكلهم صحي لازم ينتبهون لمؤشر الكوليسترول عندهم، لأن في عامل جيني يساعد في ارتفاع الكوليسترول، في عوامل أخرى غير الوزن والأكل ترى ممكن يساهم في ارتفاع الكوليسترول، فنحاسب من هذه النقطة، ما نهم الجانب الكوليسترول، الأكل المشبع بالدهون حتى لو كان وزنكم ضمن الحدود الطبيعية، الأكل المقلاي، ديب فرايد، الوجبات السريعة بكثرة ممكن ترفع لكم الكوليسترول وبالتالي ممكن يزيد خطر إصابتكم ببعض الأمراض. طيب ما تزال الإنجازات أيضا دكتورة مستمرة في هيئة الصحة بدبي، حيث تمكن أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي من إعادة التنفس الطبيعي لمريضة عمرها 4 سنوات بعد أن فقدت الأمل في ذلك، حسب تقرير طبي لأحد المستشفيات المتقدمة في أوروبا والمتخصصة بعلاج الأطفال. نحن نتعرف على هذه الحالة المرضية والجهود الطبية اللي قاموا بها أطباء مستشفى دبي. يعني ما نفتتح الحلقة مع الدكتور جمال قسومة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور. يا هلا، صباح الخيرات سلامات دكتور. إنجاز جميل يضاف إلى الإنجازات اللي يعني حققوها قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دبي. أول شيء خبرنا عن هذه الحالة، يعني كيف وصلتكم، لأن حالة بأمانة دكتورة يعني بتعرفون ليش هو إنجاز. خلنا نعرف المستمعين دكتور عن الحالة، كيف وصلتكم وشو كانت طبيعتها. وصلت الحالة بصعوبة بالتنفس، بداية الحالة صار عندنا مشكلة بالأمعاء، أرسلت إلى أوروبا لأحد المستشفيات الأطفال المعروفة جدا دون ذكر الاسم، حلوا لها مشكلة الأمعاء، عندها مشاكل متعددة شكلها ولادية بالأمعاء، هي ولد مع توأم ثلاثي. يعني هي واحدة من التوائم، واحد من التوائم الثلاثي. مسكينة. وصلت على يبدو تركوا الأنبوب ضمن القصبة الهوائية عن طريق الفم 3 شهور. الجايد لاينز العالمية، الإرشادات العالمية بتقلك لا تركوا أكثر من أسبوعين. نعم. بزيد خطر التضيق تحت مستوى الحبال الصوتية إذا ترك أكثر من أسبوعين. صحيح. مو بعد 3 شهور لقوا ما عم تقدر تنفس مزبوط، فتحوا لها فتحة من رقبتها. راجعتنا قلت لها يعني بالبداية كان أوكي we can do it، فينا نعمل هالموضوع. بس قال طب نحن حابين نروح على نفس المكان اللي هم بيعرفوه وحاوزين نعمل نفس العمل، هاي العملية تبع الطرق الهوائية. راح رجع على لندن، على دونزك سوري، رجع المكان اللي كانوا فيه. أعطونا تقرير إن هناك أمل ضعيف جدا لنزع الأنبوب من الرقبة، يعني البنت ما حتنفس من تمها، وبالتالي ما حتقدر تتكلم. أوكي. أمل ضعيف جدا، يعني there is unlikely and very little hope مكتوبة بالتقرير، رحنا نسخة من التقرير بمستشفى دبي. وقت جت لا يعني أنا لا، مع احترامي للجميع يعني أنا فيني أعطيكم 50% نسبة إنه فينا نقيم التيو. فمن عملنا للعملية وافقوا الأهل، توكلوا على الله وافقوا الأهل، عملنا شيء اسمه تصنيع الحنجرة والرغامة لارينجوتريكيوبلاستي، لنوسع الحنجرة والرغامة بدنا طعم، عملنا لها طعم من القفص الصدري حتى مرسومة الجرائد مكتوبة مرسومة، ووضعناه بالقصبة الهوائية والقسم السفلي من الحنجرة، تم توسيع الحنجرة بهالحالة، وضعنا جبيرة تركناها لمدة 3 شهور الجبيرة، من الجبيرة بعد 3 شهور لأن الطريق الهوائي صار ممتاز، نظرت مرة ومرتين وثلاث، صرنا من جبيرة تقريبا شي شهرين، تأكدت انه ما رجع تضيق، تأكدنا عم تنفس بشكل جيد، بعدين زغرنا الانبوب، بعدين سكرنا الانبوب بنهار، سكرنا ليل نهار، بعدين استأصلنا الانبوب وسكرنا، حطينا ضيمات بالرقبة، هلا عم تنفس تحكي بشكل طبيعي. ممتاز. ويعني حتى بتذكر الاهل بعتولي على الواتساب اول كلمة قالتها بعتولي تسجيل الدكتور جمال قسومي، بدأت تحكي يعني هي يعني عندها الامكانيات الحكي لانه بس ما عم تقدر تحكي نتيجة وجود الانبوب برقبتها. الحمد لله هي سعيدة وأهلها سعيدين كتير، حتى أخواتها بيقولوا لها لا يمكن أهلها حابين يحكوا معكم. ممتاز. أخواتها بيقولوا ما في بيب، ما في بيب، يعني إنه ما في تيوب محطوط بالرقبة. دكتور نحن عندنا ذوي الطفلة معانا عبر الهاتف، خلنا نأخذ هذه المداخلة من عمة الطفلة شيمة. صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. مشكورين أول شيء على هاللقاء. شكرا لك وحمد لله على سلامة شيمة. الله يسلمك حبيبتي. تفضلي. في البداية طبعا حابين نشكر
نحمد رب العالمين ونشكر على كل شيء الحمد لله. شيء ما عدت المرحلة اللي كنا وايد خايفين منها. ونشكر دكتور جمال، وهاي فرصة والله أني أنا يعني أشكر الكادر الطبي في مستشفى دبي، وأن نحن يعني لازم يكون عندنا شوية ثقة. فعلا نحن ودينا شيء ما برا، وكانت مرت بمراحل، فيومينا مرحلة الفتحة رجعنا بلا طرشنا التقارير، وحتى كنت بطرش التقرير والسيدي اللي دكتور جمال سوالها منظار قالوا لنا لا حاليا هي بعتها محتاجة أن اليوتيوب يكون موجود. فمثل ما تقولين احترنا. وأنا صراحة كنت بعد شوي خايفة أن نسوي العملية هني يعني أمانة. بس ليش كنت خايفة أختي؟ تقدر تقول أن لأن دائما الفكرة عندنا أن الغرب متقدم عنا بوايد، صح؟ الغرب، وبعدين شوية الثقة كانت نوعا ما، لأن المرحلة الأولى اللي شيمة لما نولدت والمشاكل الصحية شوية كانت نزلت عندنا الثقة في المستشفيات عندنا. بس احنا قلنا خلاص نتوكل على الله ومشينا في الموضوع. بالعكس أمانة يعني الإيجابية ارتفعت عندنا والثقة ارتفعت عندنا. ودكتور جمال ما شاء الله عليه، يعني مش أنه أنا قاعدة مجاملة، لا فعلا كان مهتم وايد مع الفريق الطبي اللي وياه في مستشفى دبي، اهتم وايد، كانوا وايد متعاونين ويانا، متواصل معانا يعني على الواتساب والتليفون، وكان وايد وايد مهتم في عملية شيمة. طيب هني أنا بسألك بس عن تجربة ما بين دبي وأوروبا، أنا ما أبغي أقول اسم البلد، ولكن ما بين دبي وأوروبا، وخاصة أن المكان اللي تساري له يعني يعد عالميا واحد من أفضل الأماكن عالميا في هذا التخصص وغيره وغيره. أبغي أعرف المقارنة ما بين التجربة هني وهناك، بس خبريني إياها، شو حسيتوا؟ لا هني كان في اهتمام أكثر. ومثل ما قلت لك يعني هناك أعطوني أمل ضعيف، يعني حتى ما أقدر أقول لك النسبة كم، بس هني لا، يعني الدكتور جمال أوكي أعطاني النسبة، بس كل ما كان مرحلة المر فيها النسبة ترتفع ترتفع ترتفع. الحمد لله إن شيء ما إن شاء الله بتكون زين، وإن إن شاء الله بنشل التيوب اللي كان ساعتها على التنفس. زين الحين أطمنيني على شيمة. الحمد لله بخير صحة وعافية. بالعكس يعني مو بس هي مستانسة، حتى اخوانها الصغار يعني كل ما يشوفوني عمو شلة وبيب ما شيمة. الحمد لله الله يسلمك. الأهل كلهم بالعكس هي مستانسة، هي روحها تقول خلاص ما في، أقول لها هي ما في خلاص إن شاء الله ما راح يرجع لك اليوتيوب. رجعتوا المدرسة ولا بعدكم؟ الحين ان شاء الله عن قريب نسجلها ان شاء الله حق الكيج ان شاء الله. حتى هي دائما تذكر دكتور لدرجه ان لما نقول اسمها تضم اسم الدكتور في اسمها. ما شاء الله الحمد لله. جزاك الله خير. جزاك الله خير، واتمنى لكم ان شاء الله. احنا نشكركم ونشكر قامين على هالبرنامج امانه، نشكر مستشفى دبي، اشكر الدكتور جمال فعلا اشكره، واشكر كادر الطبي اللي وياه، حتى الممرضات اللي في قسم الأطفال في الطابق الخامس والرابع، أنا أشكرهم فعلا فعلا. غيروا الصورة اللي كنت أنا عن نفسي ما خدتنها، يعني أنه بالعكس كانوا وايد متعاونين وحبوبين ووايد وايد كانوا يعني مهتمين بشكل عام يعني بالمرضى. شكرا لك حبيبتي. شكرا. عفوا حبيبتي. شكرا. شكرا. دكتورة يعني شوفي الإحساس هذا اللي ينولد عند الأهل. أنا سامحني أيمن تأخرت على الفاصل، ولكن لأن المكالمة والحالة يعني تخلي الواحد يتعاطف معها بشكل كبير، أن عندك طفل مو قادر يتنفس وترجع لي الحياة الطبيعية. أنا باخذ تفاصيل أكثر بعد الفاصل مع الدكتور جمال. أنا أدري أنه عندك عملية دكتور، بس ما نأخرك 10 دقائق زيادة سامحنا دكتور، ما أطلع فاصل وما نرجع إن شاء الله. صحة وسعادة.
سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعي الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم الصحه وسعاده. هذا البرنامج الذي قدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. وايضا نحن ننقل يعني هذه الحلقات على قناه صحه وسعاده، اللي ما قدر يتابع الحلقه بالكامل ممكن انه ينزل تطبيق دي اتش اي ميديا اللي هو قناه صحه وسعاده التلفزيونيه، وهي قناه عبر الأونلاين ممكن تتابعون فيها العديد من المواضيع. عموما نرجع لموضوعنا اللي توقفنا عند الفاصل دكتورة، كنا نتحدث عن هذا الإنجاز الطبي. دكتور جمال، هنالك العديد من الحالات اللي مرت علينا بالفعل كانت هنالك للأسف أخطاء من هذه الدول المتقدمة اللي يقولون عنها في هذه المجالات، ولكن يتم يعني استيعاب هذه الحالات عندنا في دبي، وخذنا مجموعة من الحالات السابقة حتى في برنامجنا. فأبغى أتكلم أنا الآن عن يعني الإمكانيات اللي موجودة عندنا في هيئة الصحة بدبي، وأيضا الحالات المشابهة اللي صارت. هي يعني نبغي شوية للجمهور يستوعب ان عندنا امكانيات عالية. نحن دائما ما تجي بعض الطلبات دكتورة ان سفرونا برا، نعم. نبغي علاج في الخارج، الدولة الفلانية ولا العلانية ولا كذا، ويكون علاج متوفر محمود في البلاد. يقولك لا انا مو مقتنع، بطرشوني برا. وهاي الحالة اليوم اللي ذكرتها أكبر دليل إن هي كانت برا ورجعت وتعالجت في البلاد عند أطباء في هيئة الصحة في دبي. إيه، نحن دائما نقولهم نحن يا جماعة الخير مش هيئة العلاج في الخارج، نحن هيئة الصحة بدبي. صحيح. دكتور. من خلال سنين أنا عملت ببريطانيا في 10 مشافي. نعم. واشتغلت بمستشفى دبي. مستشفى دبي مجهزة يعني إذا مو مثل أحسن من مشافي كلها اللي اشتغلت فيها ببريطانيا. فإذا البنية التحتية موجودة وأحدث الأجهزة موجودة عندنا والكادر الطبي موجود. أنا برأيي ما في داعي يطلع لبرا. واحد، إذا نفس الإجراء صار. اثنين، العيلة موجودة ببيتها. نعم صحيح. ثلاثة، يعني الطفل والأهل شفتي قديش مبسوطة عمتها لشيء ما. نعم. من الكادر التمريضي بالله. من الفريق الطبي. بعدين أنت قاعدة ببيتك، ما تركتي بيتك ورحتي. الغربة روحها صعبة دكتور. وبعدين فينيك حاجز لغوي، بضل في حاجز لغوي قد ما كان. صح. لذلك أنا بس رسالة حاب أوجهها من خلال الحالة. ومرت علينا حالة تانية كمان. المواطن علي تنذكر. نعم. الاسم الكامل. حكينا هم كان اجتمعنا هم من شي سنة، حكينا قصته. عمل 5 عمليات ببلد أوروبية، بعدين قالوا ما فينا نعمل لك شي. للأسف استنتجنا من آخر عملية انه العملية كانت مزيفة، ما عملوا لشي أساس عمله طعم غضروفي من صدره وزرعوا لي برقبته. ما لقينا، فتحت الرقبة تبعه أنا ما لقيت في طعم موجود. نعم. فإذا العملية كانت مزيفة للأسف. مو كل الأماكن مشان ما نعمم. نعم. في شوية تزييف، في شيء شغلات عم تصير بغاية مادية بحتة. صح. نعم. لذلك بينما هون خاصة مشافي الدولة بالضبط القرارات تعتمد على أساس علمي. خاصة نحن مشفى دبي، نحن بناخذ الاستطباب العملية على أساس علمي بحت، ومنحط الأهل بالصورة تماما على مدى نجاح العملية. وبالتالي أنا أنصح كل اللي عم يسمعونا، طالما الإمكانيات موجودة يعني ما شاء الله إمكانيات عالية جدا تضاهي أحسن المراكز العالمية، ليش لا تطلع لبرا؟ ليش لا تطلع لبرا؟ أول شيء تكاليف، اثنين بدك تغير كل حياة العيلة، يعني بده يتركوا شغلهم ويتركوا كله في اضطراب للموضوع، وأنت قاعد ببيتك وجالس نفس الإمكانيات. الحمد لله يعني دولة الإمارات الله يديم الرخاء والأمن والأمانة، لأنه موفرة كل شيء، إذا ما في داعي تطلعوا. صحيح. بالدولة أحسن من خارج الدولة. بالضبط. وهالحالات وايد تمر علينا دكتور في العيادة، لما يقولون دكتورة شو رأيك نسير الخاص ولا نسير مستشفيات الهيئة؟ دائما أقول الرأي الأول خذوا من طبيب في مستشفيات الهيئة في مستشفى حكومي، لأن إحنا في النهاية يهمنا المريض، ما يهمنا كم بيكلف ولا كم بيدخل فلوس. مصلحة المريض أولا، تحتاج العملية راح يسوي لك إياها الطبيب، ما تحتاج راح يقولك لا تحتاج إلى العملية، عشان ما يكون تدري الدكتور لما نطلع في الخارج يكون السبب المادي لا يزال موجود إنه يأثر أحيانا على حكم الطبيب. فيعطيكم صراحة ألف عافية وما قصرت، جزاكم الله خير. الله يعافيكم. شكرا لك يا دكتور. أيضا بعد بضيف على كلامك دكتور إن يعني هذه الحالات مال السمع وغيره. نعم. تتعالج عندنا في الدوله دكتور، يعني انسب بحكم اللغه لما يبتدي النطق طبعا.
ياخذ اللغة العربية. هلا في عنا بمشفى دبي فريق متكامل لزراعة القوقعة وحل كل مشاكل السماء. الى الان اجرينا من خلال انضميت صار لي 5 سنين انضميت لمشفى دبي اشتغلنا 300 عملية زرع قوقعة وتسع عمليات زرع سماعة عظمية. حتى هي العملية النوعية اللي هي تصنيع الحنجرة والرغامة صرنا عاملين 8 عمليات ما شاء الله. الى الان 5 منهم امنالهم الانبوب من الرقبة، 3 هلا عم نهيئهم للموضوع. الحمد لله نسبة نجاح عالية جدا. نحن ذكروها بالجرائد من شي شهر نسبة المضاعفات بعد زرع القوقعة عالميا من 1.5 ل 2%. الى الان 300 حالة صفر عنا ما شاء الله. ولا عيب ما بحكي عن حالي انا، نحن كفريق الفريق اكيد وكمان مستشفى دبي اللي فيها كل الامكانيات الى الان لا يوجد اي مضاعفات صفر. الحمد لله ان شاء الله يا رب. ممتاز. ان شاء الله تضل صفر يعني. ان شاء الله دكتور. شكرا لك دكتور جمال قسوم استشاري جراحة الانف والاذن والحنجرة بمستشفى دبي، شاكرين لكم هذا الانجاز ونتمنى لكم التوفيق الدائم، وانتم بالفعل ان شاء الله يعني اهل لهذا العمل واهل كذلك دكتورني يعني منافسة كبريات القطاعات الصحية في أكيد. مختلف دول العالم أكيد. طيب نحن دكتور عطلنا وايد عندي عملية عندك عملية أنا قدمت النتائج مشفى دبي بقدمها مؤتمرات عالمية وبحكي الواقع صفر إلا أمبليبابل يعني ما عندك أي اختلاط لا ما صار معنا أي مضاعفات صحيح. يعني كنت بألمانيا من شي 3 شهور نسبة تحرك الجهاز عندهم 60% 16% قلت له انا ما صارت معي ولا حالي ما شاء الله. ممتاز اني ما بيثبتوا الجهاز مشان انه اسرع. طب يعني بياخذ معي 3 دقائق تثبيت الجهاز، واي ليش 16% خليها زيرو. صح. انا بقدم دائما نتائج باسم مستشفى دبي، اسم هيئه صحه دبي، انه ما عندنا مضاعفات كثر خير الله والحمد لله. الحمد لله. شكرا على استضافتكم، شكرا على البرنامج، شكرا لوجودك دكتور وعطلناك ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا لكم. نطلع فاصل دكتوره، بعد الفاصل نتكلم على عن العديد من المواضيع الاخرى وأكثر من موضوع، صدقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. طبعا يعني انطلقت القمه العالميه للحكومات استشراف حكومات المستقبل، واليوم باذن الله يعني بتكون مجموعه من الجلسات الرئيسيه واللي بنركز عليها ان شاء الله في مواضيع تهم الانسانيه ككل. في عندنا دكتوره اليوم كلمه رئيسيه بتكون من صاحبة سمو الملك الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. هذه بتكون إن شاء الله يعني بعد 10 دقائق بتبتدي. هنالك أيضا في قاعات المنتدى في جلسة بتكون الشباب والمرأة سلاح المستقبل لمواجهة التحديات العظمى، وبتشارك في هذه الجلسة معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي. أيضا في عندنا من الجلسات اللي منركز عليها كذلك مواضيع عديدة دكتورة تهم العديد من الحكومات والعديد من المجتمعات العالمية. صحيح. عشان تي في عندنا بعد كذلك جلسة بتكون لي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بتكون هذه الجلسة يعني تقريبا الساعة 4:30. هذه من الجلسات اللي دائما احنا تعودنا على سمو الشيخ سيف بن زايد انه جلسات ملهمه جدا. صحيح. يعني اللي يحضرها يشوف هذا الالهام وهذا العمل الكبير اللي يقام ضمن يعني اعلى معايير الحرفيه والانسانيه. أكيد. بعض الدول وزارات الداخلية عندهم يعني فيها قمع سيف. وفيها كذا، ولكن نحن سيفنا سيف مسلط على الأعداء، على أعداء دولة الإمارات على الخارجية عن القانون. نعم. فهنالك يعني العديد من المواضيع هذه اللي حبينا نركز فيها اليوم. جزاكم الله خير، يعطيكم العافية. طيب في عندنا مداخلات. محمد دكتورة معانا. صباح الخير محمد.
الو الو السلام عليكم. صباح الخير. السلام. هلا صباحك ورد. تفضل. مشكورين على المجهود الجبار اللي بتعملوه والله. شكرا لك. شكرا. الله يعطيك العافيه. دلوقتي يا دكتور انا كان عندي ملاحظه يعني او موضوع تم معايا امبارح. كانت انا زوجتي كان تامين الصحي بتاعها خلص 28/12/2017. نعم. فطبقا طبعا لقانون الدوله انا جددت البوليصه بس مع شركه تانية اللي هي اللي انا بوليصت عليها تبع شركتي. نعم. فالكلام ده من 28/12 وجالنا كونفيرميشن بالايميل ان خلاص البوليصه طلعت باسمها ورقم الكارت وكل حاجه. فخلاص هي شيء يعني هي خلاص عندها انشورنس. امبارح تعبت فجاه فاخذتها المستشفى. فقالوا لي لا ده التامين في مشكله. فكلمت شركه التامين. قالوا لي الكارت مش فعال. يعني ما الكارت ايه اللي مش فعال؟ ما البوليصه شغاله، انا لسه ما استلمتش الكارت اصلا. لا الكارت مش فعال. فبالتالي طبعا مراتك تعبانه فاضطريت ان انا ادفع كل المصاريف المطلوبه. يعني الفواتير معاك محمد؟ معايا كل الفواتير ومعايا كل حاجه. ممتاز. فكلمت شركه التامين النهارده تاني، يا جماعه الامر كذا 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 وانا دفعت، وانتوا اصلا مراتي عندها مفروض حاجات اجراءات تانية النهارده. نعم. فقالوا لي لا انت تتابع مع الـ مع الـ مع الشركه نفسها. يعني واضح الحاله. واضح الحاله. بقيت تايه يعني. واخد حضرتك انا فاهم الحاله. ميره حطي لي رقم محمد انزين ونبعثه حق الاخوان في التامين الصحي ان شاء الله حقك. اذا لك حق بتاخذه 100%. الله يبارك لك. ولا تحاتي الامور طيبه ان شاء الله. الله يبارك لك. مشكورين. مشكورين. السلام عليكم. في مداخله ثانيه ميره بعد؟ بعدين. طيب خلينا في عندنا فاضل. تفضل فاضل. كيف الحال استاذ؟ يا هلا يا هلا يا سيدي. تفضل يا سيدي. بالنسبه للاطباء، عندنا في الدوله يعني نعم، في اطباء فيها كفاءه عالية جدا وفي أطباء يعني ما عارف كيف الصراحة بقول لك. لأن أنا سويت عملية في مستشفى الدولة ما بذكر الاسم. طبعا العملية كانت فيها أخطاء طبية كبيرة. طبعا شفت عدة أطباء وأثبتوا على هذا أنه هو في خطأ طبي. طبعا التجارة عليهم قانونيا فاضل؟ نعم. اشتكيت عليهم قانونيا؟ هي نعم. اي ممتاز. وشو صار؟ والله قانونيا بعده لحد الان بعد ما صار اي حاجه. ممتاز. طيب طبعا التجأت الى وزاره الصحه لانه كان هو تابع لوزاره الصحه. ممتاز. نعم. مسوي لي لجنتين طبيتين. صحيح. وهذا العمل ايوه الأولى في المستشفى نفسه اللي سويت فيه عملية. نعم صحيح. والثانية في وزارة الصحة. وهالإجراء المتبع أخوي عشان تاخذ حقك ويحققون في الموضوع طبعا. أوكي. طبعا هو رفض إنه قال ما في أخطاء طبية وما في كذا وما في أي حاجة. هذه يعني اللجنة تحدد الآن. أيوه. المهم. طبعا أنا استشرت عدة أطباء منها مستشفيات خاصة ومنها مستشفيات حكومية. الحكومية مستشفى راشد، مستشفى المفرق، مستشفى توام، مستشفى راشد ومستشفى المفرق والتوام والخاص. فاضل عشان الوقت سامحني بس عشان الوقت يختصر. المهم يعني انا بعرف يعني مثلا مثل الدكتور هذا حرام يعني يشتغل في الدولة هاي. زين. صراحة انا بقول لك لان انا وهو يعترض انه ما في خطأ طبي. ممتاز. ما في خطأ طبي. واضح يا فاضل واضح. الحين بتسمع انا عندي تعليق بسيط وبخبرك شو اللي تسويه بالضبط. شكرا. على خير. شكرا سيدي. طيب قبل ان ندخل في موضوعنا الرئيسي سامحينا عاد الدكتوره وفاء عايش معانا اليوم في الحلقه. نحن بس لان البرنامج دائما شو نقول دكتوره؟ برنامج المستمعين. صحيح. بالعكس انا استمتع بهذا الموضوع. تعال. جزاك الله خير. طيب موضوع الدكتور دكتوره يعني الاخ فاضل. نعم. الأخطاء الطبية واردة في كل. صحيح. بقاع الدنيا. بالضبط. زين. في النهاية نحن بشر. أوكي. ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة فيها قانون واضح في هذه المسألة. هنالك يعني على سبيل المثال تم أنا بتكلم عن هيئة الصحة بدبي وإجراءات العمل فيها. إذا ما صادف أن هنالك أي خطأ طبي في القطاع الخاص أو حتى في القطاع الحكومي في إمارة دبي في أي مستشفى شو اللي يصير؟ يتم تحويل الشكوى على طول. الشخص يشتكي يتم تحويل الشكوى إلى لجنة محايدة. هذه اللجنة. صح. مكونة من أطباء من الوزارة. من القطاع الخاص المتخصصين في هذا المجال وأفضل الناس اللي موجودين في الدولة لمعاينة هذا المختصين بهالحالة. أفضل. نعم. الناس يكونوا متحدث. الآن. نعم. عملية قياس هذا الشيء إذا كان خطأ طبي ولا لا
وصححي لي اذا انا غلطان، تتم عبر معايير معينه. هل تم اعتماد البروتوكولات الطبيه بالضبط في العلاج؟ بالضبط. هذا واحد. هل الخطا الطبي اللي هو يعتقد المرض خطا طبي، هل كان من النتائج المحتمله للعمليه الجراحيه مثلا اللي قام فيها، فما يخرج من نطاق الخطا الطبي؟ في وايد في عوامل تؤثر، في وايد في قوانين لها علاقه بالخطا الطبي، وهنالك فريق كامل يعمل، في فريق التخدير، فريق الجراحه وغيره وغيره وغيره، هنالك الكثير من الفرق اللي تدخل في هذا الموضوع. عشان شيء المواضيع يعني والله ليش يطولون في يعني اصدار النتيجه؟ في النهايه هذه مسألة يجب أن تتم بعملية يعني تأخذ وقتها ودراسة كل الجوانب لهذا بالضبط، وتحول إلى المحكمة، والمحكمة تأخذ بالقرار حول هذا الموضوع. في عندنا كثير من الشكاوى أيضا، يعني أصحاب جزاهم الله خير، يعني تم تعويضهم بحكم من المحكمة وفق الإجراءات هذه. فعشان شيء فاضل حولي الله يخليك، لا فاضل قال له تابع لوزارة الصحة، يعني ما نقدر نساعده هني، ما نحاول نكلم حد من وزارة الصحة نحول له الحالة هذه، لكن بشكل عام هذه هي الإجراءات الموجودة عندنا. سامحينا دكتورة طولنا عليك. نرجع عند دكتورة وفاء. نرجع عند دكتورة وفاء طبعا في الحلول. حبيبتي دكتورة وفاء، طبعا ضمن مبادراتها المستمرة والهادفة إلى تعزيز مفاهيم الأنماط الصحية وجودة الحياة لدى أفراد المجتمع، أطلقت هيئة الصحة بدبي يوم أمس السبت مبادرة عزبتنا غير، اللي تستهدف موظفي هيئة الصحة بدبي وغيرهم من فئات المجتمع ضمن أجواء أسرية، تساهم بشكل فاعل في تحقيق الهدف المبادرة. بنتكلم عن المبادرة وأهدافها وكيفية الاستفادة منها. معانا في الاستوديو الأستاذ وفاء عايش، مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتورة وفاء. صباحك فلو ياسمين، أنت ومحمود نورتونا. خبريها ليش ما حضرت البارحة؟ ليش سألت هذا السؤال؟ ما حضر، إن شاء الله بحضر معاكم. شجعيني. أنا قلت لها تعالي وعزمتها أربع خمس مرات، عزمني وأنا كمان عزمتها طول الأسبوع، أقول لها تعالي إن شاء الله بنحضر. ما شاء الله العزة بعدها ممتدة محمود الآخر ثلاثة، إن شاء الله بنحضر. فيلا شجعيني وشجعي مستمعين دكتورة وفاء، وخبرينا عن هالمبادرة وشو هي عزبتنا غير. هي عزبتنا غير، يعني الحمد لله كل اللي حضر قال اسم على مسمى، فعلا عزبتنا غير، لأن تهدف أول شيء توعية مجتمعية مجانية بصورة خفيف الظل، خلينا نقول تشرك الجهة الحكومية مع المجتمع بإطار عائلي جدا، يعني إحنا موجودين معاهم بينهم بصورة يعني كأهل أكثر من ما مسابقات، نشاطات، عارفة، أسئلة ثقافية، في منوعات ترفيهية، في كثير من الألعاب للأطفال، ألعاب للكبار، في هدايا، في كثير العديد من الأشياء. طبعا إضافة لهذا كله في فحص سكري، في فحص ضغط، في فحص الكتلة الدهنية عشان تعرف إذا أنت صحي ولا لا. فرصة أنك أنت تعرف نفسك وأنت عندنا بتمارس هذا الرياضة وهذا النشاط البدني، مع تثقيف تغذوي، تثقيف صحي للناس، في حتى عاملين أشكال للأكل بطريقة أنه كيف ممكن هو يكون في البر ويأكل أكل صحي بطريقة أنه ما تؤذي الجسد. كيف مثلا العصائر الألبان حطينا، يعني حتى المي اللي موجودة مي غير مدعومة بالفيتامينز، نفس الشيء الحليب والألبان، يعني حتى لما منوجه الجمهور منوجهه في آخر ما توصل إليه العلم التغذوي بصورة تخدم المجتمع. ممتاز، يعني واحد يصير هناك يستانس، يودي عائلته يتمشى ويستانس، وبعد يتأكد يعني يشيك على صحته. زين، الحين السؤال دائما يتكرر، كيف ممكن نحضر هالفعاليات؟ هل نسير مباشرة إلى مكان العزبة؟ وين العزبة؟ أي تاريخ؟ أي وقت؟ العزبة إن شاء الله هي في منطقة الطي، وين المخيمات الشتوية، كل العزب هناك إن شاء الله، طريق العابر خلينا نقول، أو محمد بن زايد اسم الشارع، وسهل جدا شارع الإمارات عفوا، توصل سهل جدا الوصول له، في خريطة موجودة بالإعلان، بس يحطوها على جوجل ماب بتوصلهم لهناك. ويا مرحبا بهم، من الساعة 3 لين الساعة 10 كل خميس وسبت، ويوم الجمعة من الساعة 3 لين الساعة 12 بالليل. صدقوني بيستاهل. الخميس والجمعة في فعاليات تستوي بعد دكتورة؟ كل الفعاليات موجودة خميس وجمعة، ومعنا فريق تطوعي، فريق طموح، اللي بيقدم سكتشات ومسرحيات وأوبرا فعلا
حلو. ما دام ذكرتي فريق طموح، من شركائكم الثانيين في هالمبادره الجميله؟ معانا فريق طموح، معانا طبعا شركات خاصه دخلت معانا تدعم زي فاسكو، كايتا، ابوت، نسلي نسكافيه يعني بالتحديد، العين، مياه العين. معانا في مستشفى على الباب بعد مسوي مستشفى. نعم، هذول اثر اللي عم يفحصوا كل الناس مجانا على فكره، للسكر وللضغط، ومنشيك على الكتله العضليه كمان عندنا احنا كهيئه صحه دبي اداره التغذيه العلاجيه. لا شك يعني بتمنى من الجمهور انه يجي، لانه فعلا احنا جيناكم، ما نترياكم تجونا، جيناكم لنشجع على النمط الصحي باطار خفيف الظل. ممتاز. شو كان السبب وراء هالمبادره دكتوره وفاء، وشو النتائج توقعونها بعد ما تخلص هالمبادره الجميله؟ اول سبب استراتيجيتنا كهيئه صحه دبي نحو مجتمع صحي امن وسعيد، صح؟ هي 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 الرؤيه تبعتنا، هي أكيد. هدفنا. فاحنا بما انه هاي من ضمن استراتيجيتنا 2021 لعام 2021، انه احنا نلجأ انه نوجه المجتمع انه ما يمرض، لا، يحمي نفسه من المرض. احنا رحنا لهم، هي من احدى اهداف الهيئه توعيه المجتمع صحيا باطار يكون فعلا توصل، يعني حتى طريقه العرض ان شاء الله بتيجي دكتور ندى وبتشوفي، يعني حتى العرض للاشياء الصحيه بطريقه لذيذه يعني عاملينها. هاي وين انتي البرحيله الدكتوره؟ لا بتي وعدت، لا بايله، وعدتكم ان شاء الله بني اسبوع الجاي ان شاء الله. ساعة كم بتين؟ بني يوم السبت ان شاء الله. يلا استنوها يوم السبت ان شاء الله. الساعه كم بتروحين؟ هذا هو السؤال. لا انا ارقد من وقت، فلازم اروح من وقت. شوفي دكتوره ندى، تقولي يعني الواحد عم بيجي بيقول بعد ساعه، صدقيني كل الناس اللي حضروا قالوا احنا جايين بنو توقع لبنتين ساعه ساعه ونص، تموا لين الساعه 10. صح، هو الاجواء صغاريه يستانسون يبيهم. الناس شفتي في بوست في البوست الانستغرام الكل يسال في فعاليه الاطفال عشان ودع عيالنا، وقال دكتور وفاء في وايد فعاليات والالعاب سيف، احنا نراعي الامن للاطفال حتى في الالعاب تبعتهم امنه. ولا وعملناها بطريقه زي تيلي ماتش، عارفين اللي هم يدخلوا تحت في العجال وكذا، يعني بدنا اياهم يتحركوا. ما هاليومين حوا يعرفون تيلي ماتش دكتوره. على ايامنا تيلي ماتش والحصان اللي هي المسابقات اللي يعني بالحركيه، خلينا نقول نعم المسابقات الحركيه. انا ليش عيبتنا السالفه هذه دكتوره؟ انا حتى شليت الصغاريه عندنا في البيت وديتهم انزين. الحلو انه خلال ثلاث ساعات او اربع ساعات قعدناها، يمكن اكثر اقل ما اتذكر، لكن ما حد فيهم مسك تليفون، هو كلهم تحركوا. نبعد عنهم الايباد والتليفون، ما في، يندمجون في الهواء الطلق. والله حلو جد حقيقي، ولعبوا واستانسوا وفي ضوء وجلسات، يعني لا 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 يعني الحمد لله. انزين اللي بيروح الحين العزبه، شو النصايح تعطينا بخصوص شو يلبس شو يجيب معاه؟ شوفي هو بالليل بتبرد، فلازم يدفي حاله، يجيبوا جاكيتات خصوصا اذا عندهم اطفال. انتم كنتوا مسوين بوفيه بعد على الغبار وهذا دكتوره، بس انتم ماخذين لا بس كنا مغطينه ومأمنين وكمان يعني حتى كان اذا لاحظت الاشياء كلها ميني حتى انه يعني سهله في بالضبط، ما بدنا نثقل عليه لانه بكون عم بيلعب، ما بدنا يكون والاكل مش دسم ومدروس، حتى المنيو اللي محطوطه بطريقه صحيه بحيث انها تتلائم مع البر، يعني ما بشي بيخرب بالحراره ولا بيخرب بالبروده ولا بيخرب يتاثر في الجو، يعني ولا يتحرحر بالحروب ولا يتحرحر بالبروده. بالضبط. الاكل بلاش كان؟ اي نعم نعم. شو تبغي بعد؟ اهم شيء لك البلاش. والمشروبات نعم، والمشروبات الالبان العصائر كلها مجانا، يعني الماء العصائر كلهم ان شاء الله يعني. والعزبه الوحيده اللي موجوده في المنطقه الدكتوره انتم فاتحينها للجمهور، نعم. يعني كل العزبه كرم من هيئه الصحه، هي الفكره مثل ما قالت تبغي توصل للمجتمع بالتوعيه الصحيه. ايضا دكتوره يعني العزب الثانيه اللي موجوده هناك هي اما خاصه او للحكومات ولكن للموظفين نعم. الدوائر هذه نحن هنا فاتحين للجمهور ككل، اللي عنده عياله عنده كذا، يوم الخميس والجمعه والسبت حياكم الله في عزبتنا، لان عزبتنا غير. في دراجات؟ في دراجات؟ لا لا يعني احنا لسه عم نقول عم نراعي بس في دراجه واحده ما الحد عشان الامن والسلام، الامن والسلام صحيح. يعني مسالتنا بس في احصنه في خيول في بوني نعم في جمال، اهم شيء الحيوانات الاطفال يحبونهم وحينبسطوا فيهم ان شاء الله. صح.
شو بعد دكتورة؟ شو الفقرات الثانية اللي يعني موجودة؟ أهم شيء إنه إحنا يعني حتى يعني المسابقات وال للكبار وللصغار، وفي مسابقات مشتركية بين الأب وابنه، يعني منحاول قد ما نقدر نشرك المجتمع كله. صحيح. وبنفس الوقت زي ما قلت لك الجلسة بروحها، في جلسة مائية وجلسة فيها ضوء، يعني حتى الجلسات بتحسسك بالراحة النفسية، لأنه فعلا فعلا تغيير. وزي ما تفضل محمود ويتكلم، معظم الناس اللي موجودين ما مسكوا التليفون حقيقي. صح. كانوا قاعدين عم بيلعبوا معظم الوقت. جميل. صحيح. طيب يقول هني السلام عليكم. السلام، يعطيكم العافية، برنامج مفيد، شكرا لك. ممكن تعيدون اللقاء مع الدكتور جمال قسومة؟ إن شاء الله بتحصلونا فيه. في وين قلنا اللقاء بيكون موجود؟ بيكون في قناة صحة وسعادة تلفزيونية، تنزلون تي في ميديا من الأب ستور والبلاي ستور. لا تسمعون كلامه، نزلوا دي اتش اي ميديا. شو قلت انا؟ دي اتش اي ميديا، تي في ميديا، تي في ميديا، دي اتش اي ميديا على الابل ستور. وين العزبه؟ بالطي، في الطي، في الطوي قالت. مبادراتها هي الصحة دائما مميزة، شكرا لكم. طيب دكتورة، قبل أن نختم كلمة أخيرة تبغين تقولين ونصيحة للي يتوجهون في هذه الأجواء الباردة الجميلة للبر؟ حيكون في عنا كمان يوم لأصحاب الهمم، نتمنى أنكم تكونون موجودين معنا، لأنه إحنا بدنا نكون يعني حتى لهالدرجة بوجهكم قديش هي الحمد لله فيها أمان. يعني كل وكانت موجودة الأخت فاطمة المطاوعي المسؤولة عن المتطوعة مع أصحاب الهمم، وتكلمت وكانت كتير سعيدة أن جابت معها جروب. وهذا اللي أنا مجموعة من الناس اللي بدعوا لكل الفئات، من صغار المناعي عفوا، كبار صغار، تفضلوا لعنا لأنه عزبتنا فعلا غير. شكرا لك دكتورة. مرحبا. ها بتروحين ولا؟ إن شاء الله السبت مترياها للدكتورة. إن شاء الله يوم السبت. إن شاء الله. أي من بيتي؟ حياك. خميس وجمعة وسبت أي وقت. في عزبة بعد لل شجعتك؟ زين. أيمن يقول شجعتك دكتورة وايد. إيه أهلا وسهلا فيكم في نوح. شكرا لكم. ميرا أنت بعد معزومة، وسعيد بعد لازم. إيه موجودين كلكم ويانا. يب الصغارية بيستانسون والله، لأن أجواء جميلة جدا، يعني تطلعكم برا جو الشغل، برع جو. يعني اسمح لي أشكركم شكر خاص التسويق، إدارة التسويق المؤسسي والإعلام عندنا بالهيئة، لأنه ما قصروا، وبالأخص محمود بأمانة يا ندى. لا لا المرة أنا ما استهدتي في مجروحة. لا لا حقيقي، هو فريق العمل تبعه حقيقي. أنا بغي بعد ما دام أنت ذكرتي أسامي، أنا بذكر الأخت العنود عبد السلام، شكرا لها، رئيس قسم التسويق. أيضا ندى ما قصروا حقيقي. ندى ندى ثانية في الإعلام. ندى عبد الله. ندى عبد الله جزاها الله خير. بعد ما قصرت انه بعد عندنا من خاطرهم، يعني نديم. صلاح، حسني، يوسف، كلهم كل الكل كل الفريق. شكرا لك دكتورة ندى. شكرا. غانم طبعا اكيد رئيس الفريق. البيج بوس. عموما جزاكم الله خير، وصلنا لختام حلقتنا اليوم. نذكركم بعد بضرورة يعني ان عشان تتابعون كل اخبار الهيئة تنزلون التطبيق الخاص بتلفزيون هيئة الصحة بدبي، اللي هو التلفزيون اللي أونلاين على DHA_محمود. لا DHA ميديا. بس أنا اختبرت الحين، طالعتي مركزة ولا بتروحي؟ اسمح لي أشكر حدا والله دكتورة المعالي وفريق العمل تبعي. شكرا لك. فريق إدارة التغذية. شكرا جزيلا. وكلهم كلهم يعني مشكورين. وصلنا لختام حلقتنا اليوم، على أمل نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مزيد المواضيع. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.